يتمدد البؤس في قطاع غزة حتى صار الأحياء يحسدون الموتى على حظهم، لأن الموتى لا يشعرون بالجوع أو العطش. واحد من بين كل 10 أطفال في غزة دون سن 5 يعاني سوء التغذية الحاد، وفق بيانات للأمم المتحدة، من جراء العدوان الإسرائيلي المفرط في القسوة واللا إنسانية. مجاعة مؤلمة لضمير العالم يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودفعت أبناء القطاع لأكل العشب وشرب المياه الملوثة على ندرتها فقط لإرجاء لحظة الموت حتى تأتيهم في هيئة قصف أو وباء. وبينما إسرائيل تحول دون إيصال المساعدات الإغاثية إلى المساكين المحاصرين في القطاع المنكوب، تقتل منهم من يحاول مدفوعاً بالجوع الوصول إلى شاحنات الأمم المتحدة للحصول على ما يقيم صلبه. وحتى الموظفون في المنظمات الإغاثية ليسوا بأفضل حال، فقد نقلت منظمة الإغاثة الإسلامية عن أحد موظفيها أنه وأطفاله لم يذوقوا طعم الخضروات والفاكهة منذ أشهر، بل حتى لا يأكلون خبز الآدميين، وإنما يصنعونه من حبوب أعلاف الحيوانات ويعدون أنفسهم محظوظين رغم ذلك. وليس غريباً والحال هكذا أن تزداد حالات فقر الدم ونقص الحديد، وأن تعاني الحوامل خطر الولادة المبكرة ونزيف ما بعد الولادة نتيجة لسوء التغذية، وفق منظمة بروجكت هاب للإغاثة والتنمية. حصار لم يستنكف مسؤولون في حكومة الاحتلال أن يعلنوا أنه سلاح في أيديهم، مثل ما قال من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. ويبدو أن الخطة حققت ما هو مأمول لديهم من نشوة بآلام المستضعفين.